حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من خطورة الوضع الصحي الحالي في بلاده جراء تفشي فيروس كورونا. وخلال جولة تفقدية لعدد من مراكز الامتحانات في بغداد، شدد الكاظمي على أن هناك حاجة إلى التزام العراقيين بإجراءات السلامة لأقصى درجة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وجهت قيادة عمليات بغداد بحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي أن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس النواب العراقي ترأس مؤتمرا أمنيا في مقر القيادة، أكد خلاله على تجديد الإجراءات الأمنية التي أعدتها قيادة العمليات لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات.